ارتحناه من شعيب والذئب والذؤيب والحجاج الغضنفر وسرقونا الكليب. ارتحناه من شعيب. ناصرة النقود ممطرة. يا ابن أمي درهم إنها مؤامرة. وصاحبهم أمامك يا درهم. يا ناس يا ناس، أعطونا فرصة لنكون مثل الناس بلا وسواس. الأمير عمر. ماذا دهاك؟ بعض الارتباك من صرخة ذلك الفتاك الأمير عمر. عندما تسبقني إليه لا تصرخ. أمرك يا مولاي. امتثل لأمر مولاك، لا فض الله فاك. ما هذه؟ نفقات الأمس، الرواتب والصدقات. هل بينها نفقات بيتي؟ نعم يا مولاي. افصلها في بيان قائم بذاته. مولاي، نفقات بيت مولاي هو الحرس من بيت المال. كلا، افصلها على حدة واحسبها من راتبي، ولا تنفق درهما يا درهم فوق ما استحق من الراتب. أمر مولاي. أحضر إلي هذه الأوراق بعد انتهائك منها. أمرك يا مولاي. أأنت مريض؟ مريض؟ أنا مثل الحديد. هل تأكل جيدا؟ نعم، وكأني في كل مرة أكل آخر زادي. فما بك؟ وجهك أصفر. من السهد والسهر يا مولاي، على الدراهم وأم الدراهم أم الأولاد. سأرسل لأحضرهم لك. لا لا يا مولاي، أرجوك أتوسل إليك. عجبا، إذا عرف السبب بطل العجب. وما السبب؟ يا مولاي، أنا ما صدقت أني بعيد 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 ممن أجارك الله من مثلها، ولا أسمعك صوتا مثل صوتها، ولا أراك مكروها في عزيز لديك مثلي عندما تفترسني بأسنانها إذا فتحت فمي ولو معاتبا. إنها امرأة يا مولاي. كفى كفى، عندما تريدهم أخبرني. عندما تصر على إحضارهم أخبرني، لا استقيل. أجمل الحياة دون خوف أو قلق أو ريبة في أحد. هكذا خلقها الله، لكن بعض الناس يفسدونها بأطماعهم.
يضحكك يا بنت العم؟ تذكرت قول الشاعر: وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب. هذا شعر الأحوص، فما ذكرك به؟ لكأنه كان يصفك يوم دخلت مع أبي وهو يسحبك من يدك وكأنك طفل مذنب ويقدمك إلي آمرا: سلم على بنت عمي. ورأيتك يا مسكين ترتعش وتتصبب عرقا. كنت أسوأ حالا مني، فما إن لمست يدي يدك حتى كنت أصعق وأتجمد. تصعق وتتجمد؟ كانت كفك ترتعش وكأن برد الشتاء وثلوج جبال إرمينية وتلال الشام تسري في أوصالك. هكذا كنت كلما رأيتك وأجدني أهمس قائلة: وإني لتعروني للقياك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. تحرفين في شعر قيس بن الملوح مجنون ليلى؟ من ذكراك إلى لقياك؟ لو سمعك لاشتكاك إلى ليلى. لو سمعني لمدحني، فقد صححت خطأ. كيف يا شاعرة بني مروان؟ لأنه يزعم أنه لا يرتعش إلا لذكراها، فكأنه ينساها ثم يذكرها. وما هذا حال المحب؟ فالمحب في حال دائم من الذكرى، أما الرعشة والرعدة والفزع فلا تكون إلا لحظة اللقاء دون موعد. أليس كذلك يا من أفزعتني كلما تلاقينا دون موعد؟ لم يبق إلا أن تنشدي شعرا وتجلسي بين الشعراء حكما. ولما لا؟ أعقد مجلس شعر واستنشد شعراء، وأذن لي أن أحاورهم من خلف الحجاب والستر وسوف أفحمهم جميعا. وهل ترضين هذا لنفسك يا بنت الخليفة؟ ولزوجك يا زوج ابن عبد العزيز؟ وهل تظنني أقبل أن يسمع صوتي أحد غيرك؟ أو يرى وجهي بصر غير بصرك؟ يا أحب الناس إلى قلبي، يا نور بصري. فما هذا الذي زعمتي؟ أريد أن أسري عنك وأنتزعك من هموم الإمارة ولو مرة واحدة في الشهر. هيهات يا بنت العم، فقد ابتلاني عمي بما لا أحب، وتلك إرادة الله. يا أبا حفص، لابد أن تروح عن نفسك، فمنذ نزلنا هذا البلد وأنت مشغول عن نفسك وعني، وأنا حبيسة هذه الدار. اصبري واسألي الله العون، فإني مقبل على أيام لا يعلم إلا الله ماذا تخفي في ثناياها. فأخبرني يا كل حياتي ماذا يشغلك، فإني أراك شاردا مهموما ليل نهار. وهل هناك هموم أشد من هموم تلك الأمانة؟ أمانة ولاية أمور الناس وما وراءها من مكائد ودسائس وخيانات. مالي ولهذا الأمر؟ مالي ولهذا الأمر؟ مولاي، أين درهم؟ لقد خرج وطلب مني أن أحضر له الأوراق بعد أن تنتهي منها. أرسلي من يحضره. أمرك يا مولاي. لا سبيل إليك، فأنت لا ترى غير امرأتك. كنت أخاف منك على نفسي، أصبحت أخاف عليك من نفسي أن أكرهك كما كنت. وهيهات، هيهات أن أكرهك، ومحال أن أوذيك مهما فعلوا. زينة، زينة سرجون. جايت بديرهم بديرهم، خل بديرهم بديرهم، وشمع بديرهم بديرهم. درهم لم أكتب دينارا ولو مرة. أصبح للدرهم يا درهم شهرة في عهد ولاية هذا الرجل الطيب، علف للخيل بدينارين.
الحاكم وأهل بيته يأكلون بدراهم والخيل تأكل بدنانير. عقلي سيطير. نعم، ماذا وراءك يا وجه الخير؟ مولاك الأمير. في هذا الوقت هل قال لك اقبض علي أم ائتني به مكبلا مثل الأسير؟ الأمير يطلبك. الأمير يطلبك. حاضر. نطفئها حتى لا يأتي فأر يقلبها ويشعلها نارا في بيت المال ويتهم درهم بذلك. صرف صرف. اقتليه واهربي. ماذا؟ درهم سيكشف أمرنا. درهم؟ نعم. أخبر مولاك أن الدرهم جاء يرن. انصرف انصرف. درهم أفزعتني. أنا أفزعتك. أنت التي أفزعتني يا أوحشتني يا مولاي. انتظر حتى أخبر مولاي. يا مولاي. مولاي؟ أنا مولاه؟ يا ويلك يا ابن أم درهم، أول مرة في حياتك تسمع أحدا يناديك مولاي. مولاي درهم، أليس لك قلب؟ كان لي قلب أعيش به فاكتوى بنار الحب واحترق. إنه قلبي أنا منذ رأيتك في دمشق. وقعت من أمي درهم. ماذا تريد تلك الصبية؟ أهي شعيبية؟ أظن هذا. أم هي حجاجية؟ يا ويلتا، أعوذ بالله. لعلها سرجونية. خناصرة ليست متفجرة بأكياس الذهب ولا مبذرة ولا مدرهمة ولا مدينرة. كيسان توأمان في الشكل والميزان، فمن أتى بها؟ وهذه النقود برسم يوستينيان، لعله الشيطان. أم أنت يا فتاة يا زينة الحياة، فأنت تعلمين بأنها ملغاة؟ إذن فإنها وراءها ثعبان. ثعبان، ماذا يريد من درهم الغلبان أو من بني مروان؟ ألم يجد خليفتكم رجلا آخر يرسله إلينا؟ أيها الملك، لا تستهن بما ترى ولا يخدعنك المظهر، فأضخم الأشياء أسرعها فناء وأصغرها أطولها بقاء، والمسك في قطرة والموت في رشفة والنار في جمرة والهلاك في لدغة والحرب في رمية
والسلم في كلمة. أوحى بها من خلق الخلق بكلمة إلى أنبيائه ورسله، وعيسى عليه السلام كلمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل بأعظم كلمة، التوحيد. هل أنت من بيت الخلافة؟ كلا. من الوزراء؟ كلا. من العلماء؟ وفوق كل ذي علم عليم، كما يقول الله تعالى في كتابه الكريم. أنت إذن من فقهائكم؟ ليتني. أمن ذوي الحسب والنسب والعصبية والجاه؟ كلا. إذا من أنت؟ عبد من عباد الله، ومن أقلهم شأنا ونسبا وعشيرة ومالا، ومن أضعفهم جسما كما ترى. ليت كل رجالي مثلك. الموت في لدغة، والغدر في طعنة بيد صاحب أحيانا. ماذا قلت؟ يؤتى الخلي من مأمنه أحيانا. ما رأيك بشأن الصاحب الخائن بروتس الذي قتل صاحبه ومولاه قيصر كما تسمونه في لغتكم؟ لا يخلو زمن أو مجلس حكم أو دعوة من صاحب خائن، مثل السامري مع نبي الله موسى، ومثل يهوذا مع نبي الله عيسى، ومثل بروتس مع قيصركم، لكني أنزه مجلسكم من أمثاله. خليفتكم يحسن اختيار سفرائه. الرسالة أيها الوزير. ما هذا؟ إنها مفتوحة، ولكنها مختومة بخاتم الأمانة. يحق لكم أن تملكوا الدنيا. كيف ترسل إلينا تشفع في رجال خرجوا على أميرهم وهربوا من سجنه يا أبا عقيل؟ عفوك يا أمير المؤمنين، فما علمت أنهم هربوا إلا بعد أن أرسلت كتابي إليكم طامعا في عفوكم بما لهم من حسن البلاء في خدمة مولاي أمير المؤمنين. وما بلغني خبر هروبهم حتى بادرت بالقدوم عليكم، ورأسي فوق كفي وكفني تحت إبطي لتقتص مني إن شئت يا أمير المؤمنين. عجبا، هل فعلت ما يستوجب القصاص منك؟ نعم يا أمير المؤمنين، فقد شفعت لمن ليس أهلا للشفاعة، وأسأت الظن بمن هو أهل لحسن الظن. أفصح ولا تلغز، فمن ذاك الذي أسأت به الظن وهو أهل لحسن الظن؟ مولاي الأمير عمر بن عبد العزيز ابن مولاي عبد العزيز بن مروان ولي عهدكم، أطال الله عمركم ولا أبدلنا بكم أحدا، يا خير من شرف به عرش الخلافة. فماذا بدا لك من الأمير عمر فجعل سوء ظنك به حسنا؟ ما بلغني عن ضبطه أمور ولايته بالحزم المرواني والعدل العمري، فأطلق سراح السجناء كلهم، السارق والقاتل وقاطع الطريق والخارج، على مولاي وعلى خلافة بني أمية منذ بدأت. فكان عفوه شاملا عاما جامعا للقلوب من حوله حبا له ولكم، قاطعا للألسنة إلا بالدعاء له، والدعاء له دعاء لكم،
فهو غصن من روضتكم وشبل من عرينكم يا مولاي. أعزك الله وأبقاك. بسهام من العسل المسموم، سترتد سهامه المسمومة إلى نحره ونحور أعوانه الأفاعي. أنت هنا يا ابنة أخي وزوجة ابن أخي ولي العهد الثاني وبنت ولي العهد الأول. هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. هيا هيا لنرى وقع سهام الحجاج في قلب الهدف ومرماه. في قلبه هو، سلمت قلوب أحبائنا كلهم. يا حبيبة قلب بنت أخيك. وهناك من التجاوزات ما لو علمها أمير المؤمنين لبادر بعزله. كل هذا وأكثر منه بلغنا، ولا نرى فيه ما يستوجب عزله يا حجاج. فهل بلغكم يا مولاي أن مجلسه أصبح ملتقا لكل بني هاشم وأعوانهم وأعوان علي زين العابدين ابن الحسين؟ لا تثريب عليه، فابن الحسين رجل فقه ودين وورع، ولا مأرب له ولا مطمع في الخلافة. صدقت يا أمير المؤمنين، لكن بعض الهاشميين وإن لم يطمعوا في الخلافة برجل منهم فبرجل من أهل بيت الخلافة يميل إليهم عطفا ومودة، وهو قاب قوسين أو أدنى من عرشها. تنذرني بزوال ملكي أيها الرجل؟ أطال الله عمركم وثبت ملككم وقبضني إلى جواره قبل أن أرى غيركم جالسا على عرشكم، حتى ولو كان هو ولدكم وأحب الناس إلى قلبكم وأحق بالأمر من بعدكم. ولكل أجل كتاب. انهض يا أبا يوسف. لو سمعت هذا من غيرك لأطحت برأسه، ولكني أعلم صدق نصيحتك لنا وحسن بلائك في خدمتنا، فما أنا ممن يجحد فضل رجاله. ارجع إلى ولايتك راشدا، فقد نصحت ووفيت. أبا يوسف، نسيت كفنك يا حجاج. أطال الله بقاءك يا أبا يوسف، فما في رجالنا مثلك، وما عرفت الخلافة ولن تعرف مثلك. ما الخبر؟ الجيش في الطريق. جيش الروم؟ كلا كلا يا مولاي، جيشنا جيش الأمير مسلمة بن عبد الملك. حصاني لأستقبله. أين ذلك الوالي الذي يدهمه الجيش على حين غرة؟ مرحبا يا ابن العم. مرحبا بك. أرأيت أبا حفص لو كان الجيش جيش الروم ماذا كنت تفعل؟ أين الحرس والمسالح والمراصد أيها القائد الغافل؟ أنت لا تصلح. مهلا مهلا أيها الأمير، أنا الذي أمرت المراصد بطلائعي أن تكتم الخبر. عني وأنا الأمير؟ عن العيون والأسماع التي ترى بغير عينيك وتسمع بغير أذنيك أيها الأمير الفقيه. وفيما خروجك بالجيش؟ حرسا لموكب أميرة مصر أم أمير خناصرة. أمي؟ وكيف أنت والناس يا ولدي؟ أحاول أن أصلح ما أفسده من سبقوني. عمر،
هذا أول الخيلاء والزهو وحسن الظن بالنفس يا ولدي. حاشا لله، ولا أزكي نفسي، لكني أحاول ما استطعت أن أتحرى العدل بين الناس وأن أتبع ما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آه يا أبا حفص، شغلتك عنا الولاية وعنا يا أمه بمصالح الناس، وما شغلتني عنكم وإن باعدت الأرض بيننا. بعدك عنا يا ولدي يقربه السفر على متن راحلة، ولكن بعدك عن ربك لا يقربه إلا التوبة والعمل الصالح. فاحضر يا ولدي، احضر أن تباعد الدنيا بينك وبين ربك وتحين لحظة لقائه وأنت بلا زاد ولا راحلة. معاذ الله يا أمي، فما كنت لأصل ما بيني وبين الناس وأقطع ما بيني وبين ربي، أو أنصرف عن الناس ليل نهار وأنا حملت أمانتهم. ولكني أعمل بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فما خبر الفرين من سجنك؟ أو قد بلغكم خبرهم؟ لجأ أحدهم إلى عمك شاكيا إليه ظلم زوجك. ما اسمه؟ اسمه مع وضاح. عامر بن عمير، ما هيئته يا مزاحم؟ أصفر اللون، متوسط القامة، هكذا قال لي وضاح. ليست هيئة عامر الثقفي. إذا فمولاي عبد العزيز في خطر كما توقعت. مزاحم، مولاي، أسرع إلى مصر ولا تنزل عن حصانك إلا للضرورة، فإذا وجدت ذلك الرجل لا يزال هناك فاحبسه حتى ينظروا في أمره. أمرك يا مولاي. مزاحم، مولاي، البريد أسرع وصولا، جهز رجلا من البريد حتى أكتب له رسالة إلى مصر. أمرك يا مولاي. مكائد الحجاج لا تنتهي أبدا. ماذا يريد منا؟ ماذا يريد بنا؟ إيه، ماذا تفعل يا ابن أم درهم؟ ذهب الهزل وجاء الجد. أتحبها يا درهم؟ وهل هي تحبني؟ وأين كان هذا الحب في دمشق ومرج دابق؟ إيه يا درهم، أنت ساحر العذارة. عذارة؟ ما أحبتني إلا أم الدراهم، حتى هي لا أحبت ولا ذابت في حبي وما أحبت إلا اسمي، فوجدتني درهما، درهما لا يصرف ولا ينفق ولا ينفق. فماذا أعجبك يا فاتنة القصر؟ يا زينة الحياة، زينة الحياة، حتى اسمك ما أعلى، زينة الحياة، زينة الحياة ودرهم، درهم وزينة الحياة، درهم وزينة الحياة، اسمان خلقا لبعضهما. فيما شرودك وتفكيرك؟ أفكر في حسبة. حسبة ليس لها نسبة. حسبة أم كذبة؟ كذبة، صدقت، إنها أكبر كذبة. you
صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الناس أمس؟ بخير يا مولاي، ولكني أريد أن أصارحك بشيء. أهو سر؟ نعم. ما هو؟ الخادم درهم. ما شأنه؟ أظنه خائنا. درهم خائن؟ وما هو دليلك على خيانته؟ عندما خرج ثرجون بعد استجوابه التقى به درهم أمام الباب وتبادل نظرات حادة، وقد سمعت ثرجون وهو يهدد شعيبا ودرهما، وقد تصنع درهم الدعاء على ثرجون وعلى شعيب. ليس هذا دليلا، لقد كان الثلاثة يعملون معا في بيت المال في دمشق، وأنا أراه يا مولاي الأمير يتصنع الهزل ويتضاحك في مجلسكم، فإذا ما خلى إلى نفسه رأيته شاردا ذاهلا كأنه يفكر في شيء. كلنا هذا الرجل يا مزاحم، نضحك في مجالسنا وبين أصحابنا، وعندما يخلو المرء بنفسه تشغله همومه حتى عن نفسه، ولو ضحك رجل في خلوته وحيدا لكان مجنونا. صدقت يا مولاي الأمير، لكنه في خلوته خائف مذعور، يتسمع خلف نافذته ويبالغ في إغلاق باب غرفته عليه، ويبطئ في الخروج إذا ما طرق بابه طارق. هو يعيش بعيدا عن أهله وحيدا، فماذا تريد؟ ولكن كيف عرفت عنه كل هذا؟ لكأنك تتلصص عليه وتطارده حتى في خلوته. إن هذا واجبي يا مولاي، فأنا حارسك. أنا لم أتخذك لي حارسا، فالحارس والحافظ هو الله، وإنما أنت تابع، وليس لك أن تفعل ما لم آمرك به. يا مولاي، أنا لم أفعل هذا إلا خوفا عليك، وإن لم أفعل فلست أهلا لأن تأتمنني على نفسك. من يتسقط عورات الناس ويمد بصره وسمعه إلى خلوتهم فليس بمؤتمن. والله ما أفسد الأمراء والرعية إلا أمثالكم. ها هو العدل تجسد، ها هو الحق.